هباس. فيحان يتهم هباس بأنه داخل واسطة. الله واسطة الله. يعني أنا ما أدري ليش فيحان إيش معنى في الوقت هذا اتهم هباس بأنها واسطة. هل فعلًا أبو منصور مثل ما قلت النواف منصور دخل بالكرت الذهبي؟ أي هباس دخل بالواسطة. شوف نواف منصور مو بالوحيد اللي أنا أضع عليه دائرة الاتهام على الكل، ولكن كلمة يعني حق أشهد بها، والله يشهد أنها من صادق قلبي. نواف منصور من خيرة الشباب خلقا وأدبا وتربية، وولد بسم الله عليه، يعني إن شاء الله انفاله خير، دخل بأي طريقة إن كانت بذل الكرت الذهبي. ولكن هباس هباس اتهم أصلا، يعني ما عاد يدري هباس وين لقاها منه. كان هو المتسابق الخفي، يعني كان مطلوب منه يقوم بأدوار على أنهم أخويا بيشكون فيه وكذا، لكن أتمنى أنه يثبت فيحان أو يعتذر لزميله. وأتوقع إذا كان الواسطة بتدخل علينا مثل هباس فالله يكثرها يا شيخ، والله العظيم من هذه نظرة أتمنى من أختار هباس أن حنا نستعين فيه للبرامج قادمة. هباس متسابق مثالي، هباس ما يرمي بالصحن يا فيحان، هباس ما يضرب بالعلبة، هباس ما يولع النار في ليش طلعت الكلمة من المطبخ. غريبة، أنا مستغرب يعني، لكن يمكن ما في الخواطر ما فيها، أو يمكن عادها في القلب، هذا شيء يعني لا في القلب تحرك ما بقى يمكن مشكي لمخلوق عناي. آي فيحان اصلا فيحان الربع شخصية فيحان ما يبطي بدون عدو وهمي، لازم ما عاد بقى احد عود. قالوا وش اول واحد انا اخترت معه؟ قالوا هباس. قال هباس ارجع خلني ببعثها بعد المعاملة من جديد. اليوم يا رجل هباس واسطة يا هباس واسطة. كل هالتجلي اذا كان هذه واسطه فانا اطالب بتفعيل واسطات في برامج الواقع. والله العظيم وين هباس؟ امكانيات جباره يا رجل، حتى دخوليته الاسبوع ذا من الروز رايز للبنت الليله النجديه للكاركترات لفزت الشباب مع ريان الاسبوع هذا في قمه توهجه علشان هباس اعاد الحياه من جديد. هباس لهجات مسرح يا رجل. هباس وينك يا فيحان يا بالحلال؟ ما انت بقد هباس ولا انت بحوله كامكانيات؟ ما حد بحوله، ما حد بحول، ما حد حول هباس كامكانيات الا ابو مناحي فقط، يعني ما له منافس الا ابو مناحي. انتم كلكم استريحوا تفرجوا، والله العظيم لو انكم تفهمون يا حق السكريبت، اذا جاء بكره اللجنه نقول يا اللجنه حنا ناس نحترم انفسنا، حنا جمهور، تعال يا ابو مناحي وهباس ستاند اب كوميدي سووا اللي تسوون، خلنا نتفرج ونتعلم. ما حد بحولهم اثنين دول في التمثيل ولا في الامكانيات. طيب يمكن لهم هدف فيحان هباس يبوا يثيرون الحدث مره ثانيه وعشان عوده الاضواء ونهايه برنامج. بس ما هم بلاقي اللي يساعدهم. ما اللي بيساعدهم؟ خلاص جاء عندهم لحظه ادراك. ما اللي بيساعدكم مثل ما سويتم يعني في بدايه البرنامج؟ ما اللي بيخلق لكم؟ ما اللي بيرسم لكم سيناريو؟ ما اللي بيلقنكم تلقين؟ اوقف خلاص اوقف خلاص تلقين. نواف الاكتب عشان التصميم جاي جنب البحث على الاضواء ما عندي انا. وامس يوم بقى خويه معه في الموقف الغصاب جلس الخضره تقهوى. هو انا تعلوم وين الخوه يا نواف؟ اعلمك عندك دقة. والله خرب عليكم كل شيء ترى، اقسم بالله لو ما تعتدلون. لا ابلحنا. طيب انا ابي عبد العزيز الاسلمي.